السلام عليكم. مبسوطين في تيدكس؟ موزونجو؟ لا خليها بعدين. أنا مبسوط طبعا، يسعدني ويشرفني أكون معاكم النهاردة. بتحبوا الموتوسيكلات؟ في حد بيحب الموتوسيكلات هنا؟ طيب جميل. في حد بيحب السفر؟ ده عندي جمهور كويس هنا. أنا من وأنا صغير بحب الموتوسيكلات، بحب أركب موتوسيكلات، ليه ما أعرفش، وبحب أسافر، فقررت إن أنا أسافر بموتوسيكل. يعني أسافر بموتوسيكل؟ مش عارف. المهم 96 كان عندي لسه 22 سنة، جبت موتوسيكل وجبت شنطة من الجيش اللي بيسموها مخلة، وحطيت فيها حاجاتي ولفيت مصر كلها. اتعرفت على ناس كتير قوي، كان معايا خيمتي برميها في أي حتة وبنام. أملي ما كانش كده بس، وأنا صغير قريت كتاب أنيس منصور حول العالم في 200 يوم. قلت حلف العالم بموتوسيكل. قعدت أشتغل من 96 و2002 في تنظيم وإني أحوش فلوس، وقررت إن أنا أسافر لحد فرنسا بموتوسيكل. كل أصحابي وكل أهلي لما بقول لهم حاجة زي كده بيقول لي أنت مجنون، تسافر فرنسا إزاي يعني؟ أقول لهم كده. واخترت الطريق الأطول والأصعب، إن أطلع عن طريق مصر، أردن، سوريا، تركيا، وأدخل من هناك على أوروبا لحد فرنسا. طبعا قلت لوالدي ان انا رايح شرم الشيخ بالموتوسيكل. قال لي يا ابني انت مش هتبطل الجنان ده. الرحله دي عملت 13000 كيلو، قعدت 3 شهور فيها، طلعت منها لحد فرنسا بموتوسيكل. كنتش اعرف اي حاجه، يعني ما اعرفش اي حاجه خالص، بس تعلمت كتير. انتوا معايا ولا لا؟ اصل في نور منور فوق انا مش شايف حاجه. طبعا الوقفه هنا على الستيج غير ما بقى موجود معاكم تحت. انا كده هخرج عن موضوعنا خالص. الناس بتوع تيدكس من اول الغمري لهشام والناس دول تعبوا تقريبا بقالهم اسبوع ما ناموش. في حد من الاتش ار هنا؟ هو فريق الاتش ار اللي انا قعدت معاه، احمد زيدان، صدفه، ساره، قمر، تعبوني وتعبتهم. كنت بجتمع معاهم بعمل بروفات عشان اعمل تواصل مع الجمهور لو انتوا، وانا واقف على الستيج. قالوا لي في حاجات كتيره ما تعملهاش، انا هعملها لكم دلوقتي كلها. انا عارف طبعا هم بتوع الاتش ار هيضربوني بعد كده. اول حاجه اوعى تدي ظهرك للجمهور. ليه؟ عشان ما تقطعش تواصل معاهم. اوعى تشاور لهم كده، واوعى تعمل كده. انتوا متواصلين معايا بعد ما قلت لكم الكلام ده؟ ها احمد ازدان، الناس متواصله اهو. نرجع لموضوعنا تاني. مش كان اقصى طموحاتي ان انا اسافر لحد فرنسا بموتوسيكل؟ لا، انا كنت عاوز الف العالم كله. الموضوع كان خيالي. الحمد لله بعد كده، عشان ما اطولش عليكم، من 2002 لحد 2007 بتوفيق من عند ربنا لفيت اوروبا، معظم اوروبا كلها، وعملت رحله في الساحل الشرقي بتاع امريكا من اول حدود كندا لحد خليج المكسيك. السفر بموتوسيكل، انا ممكن احاول اوريكم صور تشرح برضو ازاي يعني ايه بسافر بموتوسيكل ويبقى ايه معايا الاول عشان تتخيلوا معايا. دي حاجتي، خيمه، لبس الموتوسيكل من خوذه وجاكيت، وانا مديكم ظهري، في شنطه اسعاف اوليه هناك، وكمبيوتر، بنطلون جينز وشورت وفوطه وتيشيرت واحد معايا. طبعا في منامه ومرتبه وعده الطبخ وبراد شاي، الباقي كله قطع غيار و عدة نصلح الموتوسيكل. كل ده بشيله وبلمه على موتوسيكل، حاجة كوزي، وبحس بارتباط بيني وبين الموتوسيكل. لسه بتحبوا الموتوسيكلات؟ موتوسيكلي بقى خير رفيق ليا للسفر، ودايما كانوا بيقولوا اختار الرفيق قبل ايه؟ قبل الطريق. وصلت لمرحلة ان الموتوسيكل مش بكلمه بيرد عليا، لا ده هو اللي بيسألني وانا اللي برد عليه. اوروبا وامريكا حلوه، الكالتشر بتاعها مش غريب عننا، هنشوفه في التلفزيون، هنشوف افلام هوليوود، في خدمات على الطريق، في اوتيلات، في بنزين. طول عمري شغفي كله افريقيا، مش عارف ليه، من وانا صغير بحب افريقيا. يوم الجمعه لو في ناس من سني كده، كان في برنامج اسمه عالم الحيوان، كنت بستنى بفرغ الصبر. قررت ان انا اعبر قاره افريقيا كلها من اول اقصى جنوب القاره لحد مدينتي الاسكندريه.
قعدت اشتغل على الرحلة دي اكتر من 5 سنين ونجحت الحمد لله اني ابدأ فيها 2009. بدأت من جنوب افريقيا، رحت اقصى نقطة كنت بحسبها اللي هي رأس الرجاء الصالح، اتضح لا في حتة ثانية اسمها كيبا جالس اللي هي ملتقى المحيط الهندي والاطلنطي مع بعض. بدأت عشان اوصل هناك وارجع جوهانسبرغ ومنها اطلع شمالا، قعدت 1.5 شهر. كنت مقرر ان اعمل الرحلة دي اسوق 22000 كيلو في 3 شهور. بعد 1.5 شهر بفتح الخرايط، كنت بمد الخرايط توصل لحد اول كراسي انا، نفسي تسدد. بعد 1.5 شهر انا عملت شبر بس من الخرايط. بدات اعمل ايه؟ اني ما بشوفش الخرايط كلها، اتنيها حته بحته. ليه؟ لان طريق 1000 ميل يبدا بخطوه، لو هبص لاخر 1000 ميل مش هوصل، هبص خطوه بخطوه. الحمد لله ربنا وفقني ومشيت في غابات وصحراء وحتت مقطوعة، وقابلت قطاع طريق وميليشيات متحاربة. نسيت أقول لكم إن أي حد كان بيسألني أنت رايح فين وليه بتعمل كده وجاي منين، لما بيشوفني بشكلي بالموتوسيكل، لما الموتوسيكل بيبقى عليه كل حاجة زي دي كده مثلا، فاكتشفت إن الموتوسيكل له فوائد كتيرة قوي. عارفين الفيسبوك؟ لقيت الموتوسيكل ده هو أداة للتواصل الاجتماعي. أنا بقى في أي حتة كده الناس بتسألني أنت رايح فين وجاي منين وبتعمل كده ليه، فبيديني تواصل مع الناس، بجانب طبعا انه شايلني وبيوديني اي حته انا عاوزها. رحت افريقيا كانت اهم حاجه عملتها في حياتي، 6 شهور من المتعه، اكتشفت حاجات كتير قوي. الحمد لله حققت لقب اول مصري وعربي وافريقي كمان يعمل رحله زي كده. في لغه اسمها اللغه السواحليه، اللغه السواحليه دي غير عندنا في اسكندريه ومثلا بورسعيد والسويس، دي اشهر لغه موجوده في شرق افريقيا، وهي مزيج من اللغه العربيه واللغات الافريقيه. كنت بسمع كلمه موزونجو، كان حد بيسالني على موزونجو صح، وكل شويه يقول لي يا موزونجو يا موزونجو، فكنت بقول لهم لا انا مش موزونجو. ما حدش عارف يعني موزونجو لسه طبعا. المهم كملت الرحله، وصلت مصر الحمد لله، 6 شهور بره بلدي، مشاكل كتير قوي في الفلوس في الفيز. انا فاكر من اول اثيوبيا ما كانش معايا فلوس اكل لحد ما وصلت مصر. في لحظه واحده اتمنيت ان ابقى موزونجو لما وصلت الهرم. وصلت الهرم مبسوط، الرحله المفروض اسمها كيب تاون كايرو، يعني انهي الصوره، انهي الرحله بصوره عند الهرم. فروحت قطعت تذكره، كنت لسه روحت جايب الموتوسيكل من افريقيا، ولبست الخوذه ودخلت على البوابه بتاعه الهرم، فأمين الشرطة قال لي تفضل يا خواجة. موزونجو يعني خواجة على فكرة. فأنا زعلت قوي، قلت له لا أنا مش موزونجو. قال لي إذا أنت مصري لا ممنوع تدخل. كانت لحظة حلوة إن أنا عاوز أبقى موزونجو ساعتها. ليه ممنوع؟ عشان ممنوع تدخل بالموتوسيكل. أدخل من غيره. يا عم ده أنا والله جاي من أفريقيا. مش تبطلوا الادمان بقى بتاعكم ده والحاجات اللي تاخدوها دي. المهم كانت رحله جميله قوي الحمد لله، اتعرفت وبقيت اطلع في التلفزيون والجرايد، حاجه طبعا كويسه. بعديها ب4 اسابيع وصلت اسكندريه طبعا. كنت رايح اصور مع برنامج مشهور. في حد بيروح اسكندريه يصيف هنا؟ طيب حلو. في ناس بتيجي عندنا اسكندريه ما تعرفش تعوم فبتغرق او تعرض للغرق زي الصوره دي مثلا، رد فعلهم بيجي لهم فوبيا، بيخافوا من البحر صح، او معظمهم على الاقل. بعد 4 اسابيع ما وصلت اسكندريه وخلصت رحلتي، حصل لي حاجه صغيره كده ممكن نشوفها دهن. عملت حادثه اقل من 2 كيلو من البيت، اتكسرت، قعدت في غيبوبه. اول حاجه فكرت فيها او ما فقت اني كنتش بحرك رجلي، قلت لا انا لازم اركب موتوسيكل تاني. قعدت 6 شهور نايم على ظهري. اللي خبطني شاب مستهتر طار من الناحيه الثانيه عشان بيجري وخبط. لحد دلوقتي عندي ركبتي بايظه وايدي الشمال بايظه خالص. ما كانش معايا فلوس اجيب دواء. أول حاجة فكرت فيها
ان انا لازم اركب موتوسيكل تاني واني لازم اسافر. الكلام ده كان 2010 2011. الحمد لله بعديها كنت قائد رحله كلها موزونجو من سويسرا تبع اليونسكو. والرحله كانت من سويسرا لسوازيلاند، توصيل معدات طبيه على موتوسيكلات بسايد كار. وعملت بعد كده رحله كنت بحاول اتبع مجرى نهر النيل. الرحله الوحيده فشلت فيها اني اكملها، نهايتها في نيروبي عشان ما كانش فيه فلوس وما فيش فيز لاثيوبيا. وعملت رحله في جبال الألب. يا رب اكون افدتكم بحاجه، ان احنا لازم نحلم، لازم نتعب عشان نوصل لهدف. ممكن اركب موتوسيكل، ممكن الناس تشوفها تافهه، لا انا عملت حاجه كويسه وبدليل اني واقف قدامكم النهارده. الناس اللي تحب تتفسح اقول لها روحوا افريقيا، افريقيا جميله جدا، بصوا عامله ازاي، فيها اماكن حلوه، هي مش اوبئه وامراض بس وصراعات قبليه. مبسوطين من كلامي؟ طب ايه رايكم نطلع رحله مع بعض؟ يلا دلوقتي نطلع رحله مع بعض. نطلع رحلة مع بعض. أحمد زيدان بيقول لك اوعى تديله ظهر. Thank you.
بنزل على الموتوسيكل. السلام عليكم.